أسعد الله مساءكم مشاهدينا الكرام في هذا العدد الجديد من 60 دقيقة 63 دقيقة حقيقة. ضيفنا لنهار اليوم رياضية معروفة رفعت علم الجزائر في المحافل الدولية، لقبت بفخر الجزائر منذ صغرها وهي تمارس هذه الرياضة، عرفت كذلك بجرأتها وحتى بطريقة كلامها على الشاشة وبلوكها كذلك. أكيد بديت نقرب لكم الفكرة كوثر علال، شكرا على قبول ضيفة 60 دقيقة حقيقة. عطيك صحة بلال خويا، ميرسي بور لانفيتاسيون. حبيت برك نقول لهم بلي في الكواليس ديجا بديناها مليح، الوغ ان شاء الله نجوزو ايميسيون شابة بوندون 60 مينوت. الوغ ميرسي بوكو بلال خويا. إذا كوثر، من قوانين هذا البرنامج أنه عندك هذاك الزر الأحمر، أي سؤال ترفضي أنك تجاوبي عليه راكي تعبزي عليها، وأنا واش نعرفك انك عندك واحد الجراه انك ما تعبزيش، يعني اذا اضطريتي انك تعبزي. وكذلك راح يكون معنا الغراق يتدخل من حين لاخر. اذا ابدا معك كوثر، راح نبداو بالبريمير ونبداو نطلعوها. يلا، لقبتي بفخر الجزائر، واش يعني لك هذا اللقب هذا كوثر؟ الوغ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، هذا لازم بفضل ربي سبحانه نحمد ربي ونشكره. هذا تاج فوق راسي، وما ننساو الشعب الجزائري اللي يتبع كوثر ولال، اللي توجور يساندها. لا بور موا سي لا ميور ميداي دور، سي الشعب الجزائري، عطيهم الصحه. كوثر، كلنا نشوفوك ونتبعوك كل ما يكون عندك دي كومبيتيسيون، اكيد كلنا نفرحوا كي تربحي، وخاصه انك انت تضطرينا انه نفرحوا، لانك انت اصلا تخرجي من الصاله، يعني تخرجي بواحد الطريقه تاع لا فيستا. صنعتي اسم كبير في الجيدو لا ينكره اي احد، الحمد لله. ديتي عديد الالقاب، شكون اللي تشوف اليوم كوثر شكون هي المنافسه ديالها؟ المنافسه تاعك على اساس في جيدو، خلينا نقعدوا في جيدو، مازال رانا رايحين، نقعدوا غير في جيدو ان شاء الله. المنافسه تاعي انا واش نعرف على روحي، واش سيك انا من 2009 جيسكا 2022 وانا تيتولير في ليكيب ناسيونال. هذه هي لا ريبونس تاعي، سيتادير Il n'y avait pas mon affaire ça. C'est que j'étais toujours titulaire de l'équipe nationale. Je ne peux pas dire que j'ai mon affaire ça. Bon, Kouter, tu as le masseur de l'affaire, tu as le masseur de l'affaire, tu as le masseur de l'affaire, tu as le masseur de l'affaire. Après, il y a un dérapage. Tu as entré dans le social media. D'accord. Et tu as été très داكو. مانيش نقول لك كيما المؤثرات اللي رانا نتكلموا عليهم اخريات، ولكن على الاقل تنشطي في السوشيال ميديا. بعدها موليتي مؤثره، شفناك في الاونه الاخيره تراجعتي في المنافسه ديالك، هل اثر عليك السوشيال ميديا؟ هاد اخويا بلال ما نرفقكش الراي في هاد السؤال، استاذ نقدر نقول لك السوشيال ميديا شفا 2015 سي فري، واحد يكون صغير ما يعرفش واش معناتها الشهرة، ما يعرفش واش معناتها لي ريزو سوسيو، يخرج برا فوالا، يجوا لي الصغار كبار الشيوخ جايز يحبوك يتصوروا معاك، سيني لبنتي سيني لوليدي فوالا، واش تدعي لوليدي واش تدعي لبنتي. الوغ عبالك تتفرفش، تحب ولا تكره؟ تتفرفش دوخ. بيان سور هذه ما كاش واحد ما يقولها لك جو بونس. الوغ صح، جودو توجور كان ما يقدرش. انا طلعت نقدر نرافقك الراي في حاجه، سيك شغل دخلت في هذاك لو مود، فهمتني؟ وهذا هو اللي حبيت سيك صح. لا ما نقدرش نقول لك باللي زعما اثر عليك بشكل كبير. لا بصح اثر عليك. اسمعني صلي علي. دركا انا كيفاش نقول لك؟ انا نقول لك باللي يقدر باسكو حاجه جديده في حياه كوثر والله، فهمتني؟ حاجه جديده، تقدرش تكذب على راك تقول لك نو ما اثرش فيا، نو حاجه جديده ما على بالكش. بصح في الجيدو نو، حكايه واحده اخرى،
باسكو حاجة مليحة هادية الحاجة اللي الحمد لله باسكو المحبة يعطيها الله تعالى. الحمد لله كي سيك واحد يجي واحد يقول لك نحبك ولا منا منا حاجة جديدة. بصح في رياضة جودو زعما تأثر أثر عليا قدر حاجة واحدة أخرى. أنا حبيت نقول لك أنك أنت رحتي التهيتي بالسوشيال ميديا ونسيتي الرياضة الجيدو. الجيدو اللي انت متفوقة فيها. لا لا هذا خطأ باسكو لو كان التيت بالسوشيال ميديا راني نقول لك طرطقت شنو نقول لك في في في, في, في العائلة الرياضية فهمتني من 2009 احسن من 2009 شامبيون دافريك بور لا بروميير فوا الاج دو 18 اون. نقولوا الكاميرا كاشي عندك مليون. اسمعني بيان سور بصح الكاميرا كاشي هذيك في 2013 شفنا كي اليوم. لو كان اثر فيا السوشيال ميديا بزاف نقول لك ما نقدرش مي با نقول لك 50% ما نخرج شامبيون دافريك بور لا 8 فوا في بلادي فهمتني الحمد لله الحمد لله. معليش ايمان اذا في السري لانك انت يا كوتر ولا اللي ما تحبش الخساره دات وابل من الهزائم في الاونه الاخيره ليه ما ترجعيها انت هذه بصح بكل صراحه كوتر راح انا نعرفك ملي انت يا ما موفيس بيردونت فوالا اعطيني وعلاش سلسله الهزائم اللي ديتيها مؤخرا. الهزيمه على بالي اللي تكلم عليها سي المر في لي جو ميديغاني الالعاب البحر الابيض المتوسط اللي كان في وهران. نعم صحيح صحيح صح هذه كانت مور شامبيونات افريك 20 جور. ونقول لك حاجه الرياضي يبكي يا يفرح يبكي سما سي توتا في نورمال سي توتا في نورمال نحبوا ولا نكرهوا هذيك سي فغي جو سوي موفيس بيردون ديجا كي قلت كي بوزيت لي هاد لا كيسيون انا حابه دوك ندخل لكم اللي خسرت معاهم كاع قلت لهم الوغ نقدر قلت لك جو سوي موفيس بيردون سي فغي شاكا كاع الرياضيين هكا سورتو لي زالجيريان انا بوغ موا كي نربح كيما صرات لي الشامبيونات دافريك pour la 8e fois اللي كان في بلادي في وهران موراها ب 15 جوغ يافي هاد الهزيمه لعب البحر الابيض المتوسط لعب البحر الابيض علاش خسرت كوتر في بلادها امام جمهورها ربحت قبلها في بلادي انا عطيني اللي خسرتي اللي خسرت صح علاش دخل لانه ما والفناكش تخسري وتلقيتي انتقادات كبيره صح وي وي صح وي وي راني معاك بصح كيفاش نقول لك بلال انا نقول لك باللي الرياضي فيه يربح ويخسر ما حضرتيش مليح لا لا او كونترير نقدر نقول لك نقول لك 15 نو 15 جور مور شامبيون دافريك باسكو هذيك لا شامبيون دافريك تمرنا عليها عباك لي زونترينمون لي ستاج عيينا باش ندو هذيك لا تدي كوتر ولا لهذيك لا ميداي دوغ اللي كانت في بلادها 15 جور موراها باش نصحح مام الشعب اللي شاف اللي بالك ما كانش على باله باللي كانت كتير. اسمعني بلاد كانت شامبيون دافريك 15 جور فهمتني يداروا ماركيت سي فغي نقول لك علاش انا نقدر نبوزي لك هاد لا كيسيون باسكو علاش هادي حبيت اشاك فوا نحبي نقول علاش كوتر والال كي تربح غير هي اللي تبان وكي تخسر غير هي اللي تبان ولو كان نقول لك حاجه باللي سامحني قطعت الكلام قبل عسل في الشامبيون دافريك اون غامني بلوس دو بالك سي ميداي دور بلوس لا كوب دافريك في الاناث وفي لي جو في الالعاب البحر الابيض المتوسط لا بلو بار اون غاملي جوست ميداي دو برونز انا نسالك دركا باسكو موالف ولفتينا بالبوديوم لا لا بلا اسمعني انا نسالك انا دركا نبوزي لك لا كيستيون تو فوا انا نبوزي لك لا كيستيون علاش نقدر نقول لك انا ما تسالنيش انا هذا السؤال باسكو هذه هي الهزيمه اللي راهي يهضروا عليها الشعب الجزائري ومن حقهم من حقهم والفوا كوتر والا واش والفوا؟ والفوها في البوديوم من بعد هذه الهزيمه سما والفوها في البوديوم غير خسرت هذه من حقنا
بيان سور وي ومن حقي انا نريبوندي لك بيان سور صح انا 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 هكا نريبونديت لك سي بون ونقدر نقول لك لا ريبونس ماشي ماشي مكموله ديالي نقدر نقول لك انايا هاد لا ريبونس لي انا ما نقدرش نكمل لك من فوق هاد الشيء من فوق هاد لا ريبونس تاعي نقدر واش قعد واش قعد تقدر تسال لونترينر اللي كان حاكمني هادي علاش لونترينر واش قال لك واش المشكل كان عندك مشكل مع لونترينر لا لا جامي جامي التحضيرات كانوا الامكانيات كانوا متوفرين لكم اسمعني اسمعني ما نقدرش ما نقدرش انا 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 نكمل لك هاد لاريبون انا قلتها لك انا قلت لك انا ريبونديت لك كاين حاجات ما شفناهمش شوف نقول لك واحد الحاجه مانيش مانيش حابه نتعمق في هذا في هذا السؤال باسكو مانيش حابه نزيد باسكو علاش فات فات عليا باسكو انا قلت لهم باللي في شامبيون دافريك يا في مون بير سماو هكاك وكنت نضربوا بالحراره منا هكاك شوف من لا كومبيتيسيون من لا فينال ديالي جامي لا ميداي دور بكيت بكيت جامي بكيتها في اون ديريكت جامي جامي في حياتي بكيت هذيك البكيه كان يسنى فيا انا بابا في لوبيزان سما احسب مون بير مام مام تقعد غير تخمم انا بابا دوكا شاك اوبيراسيون شاك وسمم هذه هي والحمد لله موراها موراها ماشي هذيك هي الاخرانيه موراها عاود قشطت على يدي ورحت الالعاب الاسلاميه وطلعت فوق البوديوم كما تقول نتايا والفناها في البوديوم وهذه هي والحمد لله عاودت وليت الوالد ديالك ووالده ربي يحفظها كذلك مش عارف علاش دخلتيني في العلاقه مع والديك ربما في كل خرجاتك الا ويكونوا حاضرين معك في المطار او حتى انت مش عارف دوما توري الوالده ولا توري لماذا كوتر سي 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 السند ديالي لا فامي تاعي سي السند ديالي سي سي ما فيرتي سي كلش اش بيك حيين علاش ما نوريهمش نستناو بيت شر يروحوا لي باش نقول اه يما كانت ومنا وكونتخيغ انا جامغي بيان جامغي بيان نوريهم باش الناس اللي راهم نقدر نقول لك بلي ما راهوش يمد هذيك الحنان ليما ولا لبابا اي با سي المومون سي المومون تروح عند يماك ترى سي المومون تروح عند باباك تعنقها وتبوسها وتبوس لها رجليها باباك كان مشى معك في الباركور ديالك بيان سور بيان سور هو الاول سي لو بيلي دو لا ميزون شبيك جامي قال لك كوتر نو جامي كونتر ولا على سبور على سبور مثلا جامي قال نو هو دخلني الرياضة جيدو سي مي بارون بابا ويما بابا سي توجور يحب دير واحد السؤال يا كوتر قلتي انك تحقرتي بزاف شكون حقرك يا حالي نو تحب بصح شوفوا كان تجي موراي تجيب تجيب كاش اتلات ولا سورتو بالك واش نعرف انا في في لي زاتلات دو جولو بالك واش حيخرج لك ما تقدرش تيماجيني انت تبكي معاه في ليميسيون تبكي معاه الوغ انا مالي غير نقول لك شوف جميع باسكو على بالك ما مع ديانك ما تقدرش تعرفهم باك سورتو كي نكونوا في المرميطه كاع كاع رانا في مرميطه واحده شكون حقر كوتر ما كيفاش نقول لك نقول لك اسم جو 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 سي با فهمتني باسكو علاش ميم كي تقول لك هذا يبعثك لهذا نقول لك في الرياضه تجيلو نشوفوك شوشو اسمعني انا جيتي توجور شوشو ليكيب ناسيونال بصح من بعد تكبر يجوا لي شوشو موراك انا ما عندي غير نقول والله باسكو هاد الدنيا حبوا ولا نكرهوا يسعدك يا فاعل الخير انا معايا ربي فهمتني الحمد لله نحمد ربي ونشكره وكونترير شوف الاداء الناجح توجور يكونوا بارتو يكونوا ما عليا غير نقول جميع واحد اداني في كاع جوسكا ماتنو لحدنا الان ما 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 عليك غير يا اخي الله تعالى يا اخي كاين موجود فهمتني حنا الا بشر نفسر الا بشر نفسر الاجابه ديالك انك كوتر وعلال ما حبش ترتكب نفس الخطا اللي ارتكبته سابقا وين صرحت انها تحقرت بعدها تم اقصائها من الذهاب للالعاب الاولمبيه يعني خفتي دوكا خفت دوكا خفت نقول خفتي بالك تقولي ثاني دوك يزيدو يقصيوك نو نو قلت لك انا معايا ربي صلي على النبي انا معايا ربي
سما صح معليش هاك صلاه هديه وي صلاه وي صلاه نو هديه هديه باش تلمو يافي انا بور موا باسكو يافي اوكان بروبليم فهمتني ما كاين حتى بروبليم لا زعما كاش واحد زعما تهربت زعما نقولوا مع اونترينر ولا جامي شوف نقول لك حاجه ما دبير لك كاع لا كارير ديالي زعما نقولوا زعما افيك لونترينور ولا افيك زعما ان اتليت ولا اون اتليت ولا ما كاين حتى بروبليم انا هذاك ولا اونترينور ولا مع الفيدراليه نقدر نقول لك حضر لي نيمبورت كان اونترينور لهنا ولا كاش كاش واحد زعما جي مونكي دو ريسبي كاش اونترينور ولا زعما جامي في حياتي وما تربيتش عليها والحمد لله صح اعتبر كي بدي نطلع ونهبط ميم ما فامي نطلع ونهبط غيره 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 باسكو علاش من 2009 وانا كيما نطرطق واحد كيفاش يعني كيفاش ني بليسيغ ني والو والو غيره شكون غار؟ شوف انا ما على باليش ما على باليش قلت لك العدو ما نقدرش نعرفه شكون اللي اكثر شكون صح باش نقرب لك انا اكثر شكون اللي عنده صلاحيه انه يقصيك تروحي الالعاب الاولمبيه؟ مدرب؟ شوف ما نقدرش نعرف صلي على النبي يا بلال خويا ما نقدرش تعرف تقدرش مي ما نقدر نقول لك الا باش واحد يوصل ينحي لك باسبور زعما واحد يكون مخبي عنده باسبور من بعد الطبيب يروح غير الباسبور تاعي في تونس هذه في لي اولمبيك 2016 خلاص انا كاليفي خلاص نهبط لالجي عندنا دو تورنوا سي بون كاليفي راني بارمي لي 18 ماشي زعما كوطا ولا فهمتني يروح غير انا باسبور تبحر باسبور الوغ قعد معايا مسؤول في الفيدراليه دخلنا لالجي يومين ابري يدخلوا يروحوا للبرتغال وغير جو بونس انا هذيك هي اللي ما ننساهاش كاع في حياتي وكاين ربي هذا ما كان ما تقدر تقول فلان ولا فلتان ولا تبحر الباسبور غير تاعي كاين ربي عسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم بلا خير شوفوا الغراق عفوا الناس اللي كانوا يستعملوا اسمك ولا الصوره ديالك باش كرياو لك مشاكل باش حاولوا يوسخوا الصوره ديالك عند المحبين ديالك ولا عند الشعب الجزائري هاد الناس اللي تقربوا منك وكان عندهم هدف انهم يبانوا والا يديروا اسم ولا يديروا البوز ولا يطلعوا المشاهدات حبيتك تحكي لي شويه على هاد الناس على هاد الناس هادي واش نديرو بها هاديك ما نديرو بها والو الوغ شو ما نتعمقلكش سي لا فيغيتي لا واش حضرتي سي فغي سي فغي وكاين بزاف سوا خارج جيدو ولا في جيدو مي حسبي الله ونعم الوكيل حبوا يلعبوا باسم كوثر وعلا خارج الرياضه تقدر تكون لامي تاعك برك مام خارج الرياضه لامي تاعك يقدر هل ندمت كوثر على بعض الصداقات انا يكون انا 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 ملي 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 بديت نفيق للدنيا عندي احباب ما عنديش اصدقاء انا اصدقائي سي ما فامي نقطه الى السطر وخط احمر لي ما فامي الصراحه علاش لونتوراج هذا تاع اش نقول لك تاع جيدو اوكي كوثر ولا واحد ينكر نعم ولا واحد ينكر انك انت قدمتي كثير لجيدو وان شاء الله مازال تقدمي بون بيان سور الحمد لله ولكن شفتي انه عالم السوشيال ميديا هذا كوثر خلق لك عداوات كذلك ابار الغيره يحبوا يكونوا في بلاصتي سيتو سينو حاجه اخرى بور لو مومون ما نقدرش نقول لك باللي زعما قدروا لي باسكو جمع واحد حب باسكو يسموهم اعداء النجاح وانا نموت عليهم اعداء النجاح نكذب عليه واش راه بروفوكيهم ماشي كيسون بروفوكيهم لا كارير ديالي تبروفوكيهم لا ميداي دور ديالي تبروفوكيهم سينو ما عندي حاجه
ديتي ميدالية برونزية في تركيا، بعدين شفناك في لقاء تكريم تاع رئيس الجمهورية، رايحة تضحكي وتضحك تنصر واش قلتي له واش؟ ما قلت له حتى حاجة. لا، أولا الحمد لله اللي عندنا رئيس كيما الرئيس عبد المجيد تبون، ربي يطولوا في عمره إن شاء الله. الإنسان اللي يحب الرياضة ويحب الرياضيين، اللي عاطينهم حقهم، اللي شو لا فيريتي غير يضحك فوالا سي لي مام كيفاش يوصل لك الهضره. انا نقدر نقول لك بلي انا جامي دخلت في البوليتيك زعما نشوف زعما جامي شي ناتلات، فهمتني؟ ايبا هو وليت نتبع واش يقول، واش يهضر، واش كاين، واش ما كاش، فهمتني؟ ان شاء الله ربي يطول في عمره ويخليه لينا ويقعد لنا ان شاء الله. هنا ديتيني لي امر اخر كوتر، شفناك انه في كل كاين دي ستوري ولا دي بيبليكاسيون ديالك، وين سواء تدافع على بلادك بيان سور الجيش، وتدافع على بلادك ضد حتى الجيران اللي كانوا يهاجموا في الجزائر، وشفناك بهذيك كوتر اللي معروفه مقلقه وجيبوكات و في حين شفنا كذلك ديزافليونسيز حاطين لي باج ديالهم رغم انهم فيهم الملايين ولكن ما لعبوش هذا الدور هذا اللي لعبتيه انت. هل تشوف اليوم كوتر انه من واجبها انها تدافع على بلادها وتدافع على جيش بلادها وتدافع على سلطة بلادها؟ بالك هذا سؤال نورمالمون ما كان ريبوندي لكش انا نورمالمون واش ندير على جال بلادي، هذيك يلا ريبونس. بلادي خط احمر سي محمد، بلادي خط احمر، ماشي نقولوا نهضرها باش نهضرها، جاني تقلقت فهمتني. خط احمر، الجيش تاعنا خط احمر، الشعب ديالنا خط احمر، فهمتني؟ يجي شويه ناسيوناليست بزاف. نشهد لك في نقطه معينه وليس من عادتي اني نشهد في البلاطو قبل نطرح اسئله، ولكن ما دامني معني في الهجمه التي تلقتها الشروق وتلقتها الجزائر وتلقيتها شخصيا عندما كان في برنامج تحدثنا عن ملك المغرب وهاجمتنا الصفحات المغربيه والفنانين والمؤثرين المغربيين، كنت كوتر من الناس اللي دافعوا على الجزائر. شكرا لك. واجبي هذا وتحيا الجزائر. اذا هذا الامر انا شهدته لك وربما لانه كنت من القلائل الحمد لله في وقت كنا نشوف اصحاب صفحات الملايين، وهؤلاء المؤثرين والمؤثرات وكثير من الفنانين كذلك التزموا الصمت الحمد لله والتزموا الحياد في هذا الامر. اذا نروح كذلك لسؤال اخر، شفناك تقربتي كثير من المجال الفني ومعظم الصديقات ديالك ممثلات، علاه جامي شفناك في مسلسل فيلم مثلا؟ انا نشوف ناس راهم يديو حنقولها من هبه ودب الى التمثيل، يلا من هبه ودب الى التمثيل. دخلنيش بوليتيك هذا، اتحمل مسؤوليتها انا. لماذا ما راحتش كوتر للتمثيل مثلا؟ واش تحبني نقول لك؟ بوتيتخ نحل المجال هذا، باسكو ما تنساش باللي الرياضة فن، حبونا نكرهوا جيدو فن. انا سمعت فنانة ولا زعما مثلا وي بوتيتخ ان شاء الله عن قريب في دور الرياضي ثاني يخرج عليا. كاين ان شاء الله نحل المجال هذا ان شاء الله يا رب. ان شاء الله يعني بوكوا با رياضية. وراكي حابة تروحي كذلك رياضي ويكون فيها شوية دراما ولا شوية؟ ان شاء الله ان شاء الله. كاين مشروع تخرج عليا ولا لا؟ تخرج عليا خرجت كاع عليا وان شاء الله بوكوا با مو فيلم. سؤال اخر يقولوا، هل كوتر بعد ما تحب الجيدو تبدل اللوك ديالها؟ جو سي با ما على بالك، قال لك حيني اليوم وقتني غدوة. جو سي با ما على باليش كيفاش. يلا خلينا نسخنوا شوية. كوتر نعم في كلوب دي با داكور صارت واحد الحاجة داكور اللي هي انه كوتر وعلال ضربت شخص هناك داكور، وهذا المشكل كبر حتى وصل لمدير
الإقامة آنذاك، وتم تغيير الحرس وتم وصلت من خلالها ضوضاء كبيرة. لماذا ضربتي السيدة هذا؟ يا حاجة يا حاجة كي تتفكرها تولي تضحك هكذا. وي وي صح عباك انت عباك قلتها ديجا بالك تشوكي الشعب الجزائري اللي راه يشوف. الله ما نكذبش عليك من قبيله ديجا واش قلت لك؟ قلت لك ما فامي سي خط احمر. حنا ماشي نديرو سبور باش نتضربوا برا. اي جو سوي كونتر انايا الانسان يدير رياضه جودو ولا لا لوت ولا لا بوكس ولا نيمبورت كل حاجه يكون قوي على الانسان واحد اخر. انا جو سوي كونتر الحقره هذه يعني. جو سوي كونتر لا فيولونس. الوغ انا كنت في لابراتري تاع كلوب ديبا كنا تما. الوغ انا كنت في طوموبيل فيمي. صح هذه الحكايه صافي باك صافي لونتون هذه عندها واحد 5 سنين واقيلا. تبلا اختي الكبيره امر هي كانت خارجة من اسمو. انا هبطت قلت له حشم على عرضك راك كبير فهمتني. قال لي شك تهضري معايا هكذا بالالفاظ لا فهمتني ما عندهم حتى علاقه. زيد اون بليس كانوا عندي ضيافي من باريس فرنسا. سما اوتوماتيكمون نرحب بهم اي توزا حتى وين شافوا غير خباط الوغ نجبد انسان مستر ابي كان في لافير هذيك كان قال له روح يا سي محمد روح خذ رايي روح خلاص سيدي ديجا انا سي بون مام جو وصلوا حتى جو لي جوندار مي تو سا. الوغ مستر ابي قال له شاف هذيك لاسان كيفاش خلاص وصلت للعظم شاف هذيك لاسان زاد ضربيني قدامنا هيا قال له اسمع ما انت ما حبيت تحشم هيا مالا كوتر راح زدت رحت زعما ماشي واحد اللي يشبع ولا من بعد سي بون جا من باك تغير صح سي فري تغيرو. انا جيمغي بيان باسكو علاش شوف انا سي فري جو براتيك سبورت كومبا مي جو كونتر لا فيولونس فرونشمون و جو مي كاين كذلك كاين وهذا ميساج من خلالك كاين واحد الاعتداءات كاين واحد قله الادب كاين واحد الناس اللي تستاهل انهم يتضربوا تضربوا مره ولا يضربوا راه كيف الواحد الان الامر اللي انا نشوفوه في الشوارع وللاسف تحرشات كيفاش يتبلاو البنات كيفاش يسمعوهم كلام ما يليقش برجل جزائري عنده اخته كذلك تخرج للشارع وعنده اخته تروح تقضي وعنده اخته تروح تقرا ولا عنده اخته تروح تخدم. إذا باش كل واحد يتبلغ ويسمع بنت الناس كلام ما لازمش تسمع. أنا مع كل وحدة اللي يتبلغها دير له كيما دارت كوتر وشنو لازم يكون أبي تما أبي خي حسرة هذه عندها بزاف. بون نروحوا نشوفوا الغراق طلبي تدخل تانيت كوتر. أنا فكرت حادثة ماذا بيا نجبدها لك وتحكي لنا عليها بكل صراحة. مرحبا. حادثة التربص في تركيا وين في 2021 وين رطيتي الفول ونساوك لا اتصلوا بك لا بعثوا لك أموال لا بعثوا لك بي حتى تكفلت العائلة بهذا الشيء. عبالك فرونشمون شوفي عبالك عبالك انا كي تسيري عبالك يحكي مني 6 ساعين بدا نضحك فهمتني يعني نورمالمون الشعب الجزائري على باله بها. فكرتيني في حاجه عبالك بيزار كيفاش لحقت لك ليك باسكو كانت عبالك الفيدراليه اللي قبل هذه الفيدراليه باسكو هذه الفيدراليه سي الميغ لا ميغ ولا فيريتي. كيفاش لحقاتك هذه المعلومه والله تعالى انا ما انت طرحي عليها اسئله هي طرحت عليك اسئله احكي لنا وصلت كيفاش يقدروا ينساو اتلات ولا انت حبيتي فرونشمون عبالك واش رابيت شوف كنت انا الاتلت عبد الرحمن بيرمادي وزيد لونترينور ثاني تخوه نقدر نقول لك عبالك ضيعت غير ضيعت شغل هذيك السمانه اللي نبريباريو فيها باسكو عندنا دوطخ اوبجيكتيف فهمتني سينو واش نقول لك سي فغي انورو شتا انورو ما كاش انورو ما بعثو لهم كان ماشي سي با ما فامي فهمتني ما رانا مرميين رعطينا الفول انا واتلات فهمتني ميم با ما خرجش واحد
ما خرجش واحد زعما لا بغى كيفاش نفهمك ريسبونسابل يخرج من الطياره باسكو على بالك ريسبونسابل ما يطلعش معك اتلات ما يدخلش للطياره. كنتوا شحال كنتوا في طرابلس هذا؟ كنا واحد كل واحد دي 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 زاتليت مع ان شيف دي ميسيون دو زونترينور صح رحتوا لا حنا رحتوا في نفس الوقت للمطار بيان سور بيان سور بعد كيفاش نساك بيان سور كيفاش انت راح عليك الحال انتم ثلاثه راح الطياره راح عليكم الوقت وهما لحقوا اسمو لو طون لو طون تاع لو طون تاع تاع اسمو تاع الوقت اللي نروحوا ليه حنايا حنا كنا نصلوا هذاك لو طون لو طون اللي لازم ندخلوا ندخلوا لومباركومون ميم با ديجا لومباركومون لازم نسمعوا طي الايروبور هاي بارك تاع هو فيه فهمتني وكل واحد لاطلات على كل واحد وين راقد باسكو الوقت هذاك طويل الاسكال اللي درناه طويل فهمتني طلعوا هما في الطياره اه وقعدنا غير انا واسمو حنا كنا في الوقت والله ما حوسانا هنا وحنايا كنا في هذاك الوقت هذاك خلاص زعما خلاص ندخلوا كاع ايتيك باسكو دي فوا حنايا لي زاتليت نقعدوا حنا الاخرين باش نطلعوا ماشي نديروا هذيك لاشال منا فهمتني انا وحده ديجا ما نعرف نديرها شغل نقعد انا الاخرانيه باش ما نقعد دايره لاشال واقفه منا وهذاك الوقت هذاك سواء انا سواء لاتليت سواء لونترينور كنا في الوقت تاع كنا نصلوا الطياره راحت راحت واحد ما خرج في المطار قعدنا سمانه ماشي في المطار لا لا ماشي في المطار خرجنا بيان سور ما اتصلوش بكم من الفيدراليه يتصلوا باسكو ما كاش فول ومن بعد انا نحكي لك على كيفاش نقول لك على دراهم شكون يوكلك شكون يشربك شكون فهمتني وخلي بيه بقطع كاين سؤال هل غاتك من المنتخب الوطني الكوثر اختي على بالك كيفاش نقول لك بيان سور تغيدك هذه حاجه صغيره على بالك هذه حاجه صغيره من العفايس اللي صراو مي بون الحمد لله مزيان راهي كاينه لا فيدراسيون والبريزيدون مسيو ياسين سليني هاد الربع سنين اللي حكمهم مزيان تبدل كلش مزيان تبدلوا كيفاش نقول لك لي زونترينور مزيان تبدلوا المسؤولين اللي كانوا في الفيدراليه القديمه ان شاء الله جوسكا ميتنون لا فيدراسيون هذه الحمد لله كوثر دائما ما تكلمي على سليمة سواكري سليمة سواكري سليمة سواكري هي اللي ضل تاعك سليمة الله يا الحمد لله شفنا انه سالي وتستهلى انه دات منصب وزيره هل انت كذلك من الامور اللي تحبي تكوني كيما سليمة انك تكوني وزيره يوما ما ان شاء الله كما قلت لك نقولها وبيان سور سي مون ايدول اوتوماتيكمون واحد يكون ليدول ديالك على بالك تحب تسرق منه عفايس اللي يساعدوك فهمتني مش من وزاره فهمتني راكي تميزي عليها ان شاء الله ان شاء الله والله تعالى ما نقدرش نقول لك فياندغا لو جوغ انا واش راني حنولي طموح طموح عمر ولا كان حرام ولا عيب بيان سور صح قلت لك راكي حابه تحكمي واش من وزارتك رياضه ان شاء الله بوكوا با فياندغا لو جوغ ما على بالكش بيان سور تكمل في المشوار الرياضي ديالك ونقولها ونعاودها وقت اني اليوم وحيني هادو هل نقولوا انه في مسار كوثر كان هناك تهميش من الفيدراليه في بعض الاحيان لكوثر ولا لا؟ كيفاش؟ همشوك شويه كيفاش همشوني؟ يعني ينيوراوك يكارتاوك عبالك مادام مادام زعما لا فيديراسيون تينيوريكس ما انتهى ما وليت زعما ما وليتش تجيب لهم لي ميداي ولا ديرونجيهم بالك سورتو كي تكون معروف لا في بلادنا اكزومبل سامحني بلالا ينيوريوك هكا زعما كي تولي زعما يحوسوا لك غير على لا بتيت بات بالك بالك تبليسه بالك هكذا سورتو اذا كنت معروف انا مقبله كي قلت لي على لي ريزو ولا انا نقدر نقول لك انا الشهره ديالي الحمد لله محبه الناس هي تاج راسي وتقعد لا مير مير داي دور ديالي نقولها لك ونعاودها لك بصح الشهره هذيك تاع زعما المسؤولين ماشي هي مانيش نقول لك على لا فيديراسيون هذه القدم يشوفوني نقول لك نروحوا للطليان يجوا يتصوروني معايا الناس نروحوا لفرنسا يجوا يتصوروا معايا الناس في لي زيروبور يجوا تقدر نقول لك القنطه حكمتهم
فهمتني؟ نقولها لك، انا نقول لك بلال بصح وشنو؟ هذه هي الحاجة اللي انا سببت لهذا، نقدر نقول لك هذا نسميها سي ان بروبليم انا ليهم هما. ديتيني لواحد السؤال. كل مرة نشوفوا يخرجوا اشاعات على كوتر كلام يجوا هضرة ولكن ولا مرة رجعتي، هل لانه تلك الاشاعات حقائق ام انه كوتر عندها استراتيجية واحدة اخرى تعرف كيفاش تخدم معها مع الاشاعات؟ شوف خويا بلال، ما تقوليليش ما لا وحسبي الله ونعم الوكيل، لا 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 كل حاجة خلاص بليك، صلي على النبي، صلي على النبي، صلي على النبي، صلي على الحقيقة، صلي على النبي. انا انت بوزيت لي كيسيون راح نريبوندي لك. ما كاش واحد معروف في لو موند ما خرجوش عليه اشاعات ولا ما هضروش عليه. ما كاش وريلي كاش واحد معروف محبوب ولا مكروه ما هضروش عليه. وريلي وريهولي دركا انا باش زوج كلمات. انا عمري ما نتاثر بهم هادو، ما ياثرونيش انا كامل. انا اللي المتابعين تاعي ولا الناس اللي تحب تشوفني يروح لجوجل يطبي ولا الكوتر يخرج له بالمانس تاعي، ميم الطول ديالي عفاها والله غير تحب دركا فيها. سيريو سيريو والله الطول ديالي فاز زايده بالمانس تاعي كامل. اللي يحب يعرف كوتر وانا نروحوا نشوفوا الغراق تاني. ربما كاين ناس ماشي تحب تعرف كوتر، هاد الناس على باز يعرفوا كوتر ويحبوها ويتبعوها، لكن يحبوا يعرفوا حقيقة الإشاعات اللي تخرج. هل ما تشوفيش أنه من حقهم لأنهم يسمعوا، ينقلوا يسمعوا من طرف آخر ولا يشوفوا فيديو ولا يسمعوا إشاعة وما يشوفوش الرد تاع كوتر؟ زوج أسئلة لهنا لازم تجاوبنا عليهم الغراق. أنا احترام بلال غير خسر. مع كل احتراماتي لك الغراق وعدم تدخلي في أسئلتك، ولكن من حقنا احنا كبرنامج طرحتي زوج إشكاليات. الإشكالية الأولى تعرض على الإشاعات، الإشكالية الثانية اللي هي إذا تزوجتي ولا خطبتي. يلا الوغ انا بور لو بور موا الزواج ما سي بيرسونيل، فهمتني؟ ولا الخطوبه سي بيرسونيل. لكن كوتر كنتي ديري لايفات انا وحتى انت تصرحي بالخطوبه. صرحت كاين لايفات وين قلتي اه تنخطبت، كاين لايفات وين يعني كنت تفسخت الخطبه. معليش انا حنا نريبوندي لك كلمه الحقيقه لا فيريتي كي ان شاء الله يا ربي ان شاء الله. شوفي بعد الرد هذايا ماذا بيا ما حاش نزيد نريبوندي لك على هذه، سامحيني باش ما نديرش هديه. كي نتزوج نعرضك وانا نجي بكل فرح وسرور. ربي يحفظك ان شاء الله ويطول لك في عمرك ان شاء الله. هل تخطبت كوتر؟ رديت. ما من انت نعرضك العشاء ان شاء الله. والله نجي افيك بليزير. ربي يحفظك، على بالي بلي تجي افيك بليزير ان شاء الله. ربي يطول عمرك ان شاء الله. انا تانيت والله يا بلال غير من قلب الصافي غير نتمنى لك كل خير ونتمنى لي زارجيريا كامل. ربي يحفظكم. اذا كوتر نروحوا الى نقطه اخرى. انا لو عطيت لك اسماء وزراء الرياضه وانت هادو كلهم عملتي معاهم، تكلموا على برناوي، تكلموا على خالدي، تكلموا على سبقاق، تكلموا على حماد. كل تحيه للساده الوزراء هادو، يعني شخصيا اعرفهم واعرف واش قدموا كذلك للرياضه. برناوي ربي يحفظه ان شاء الله وربي يطول له في عمره، انسان متواضع اللي ما نقدرش عزيز عليا بزاف. خالدي
ربي يحفظهم ان شاء الله. كاع شوف انا ما عندي حتى مشكل مع الوزاره كلهم سبقاك. شوف ما شاء الله عليهم ربي يحفظهم ان شاء الله. ربي طول حماد ربي يحفظهم كلهم. ماما مسيح حماد ربي تبارك الله عليه وربي يحفظه ان شاء الله كلهم. يقال انه كوثر كانت تتنقل للوزاره وتدخل المكتب تاع الوزاره الوزير، وكانت شوشو في مقر الوزارة في شامونوف ناكور، في حين كان هناك كذلك رياضيين ما كانوش عندهم هاد الأوبورتينيتي وين يقدروا يتلاقاو مع الوزير. هاد الشيء هل تشوفيه انت باللي كوثر هاد المكانة داتها بتقربها من المسؤولين أم بلي ميضاي ديالها؟ ولماذا واحد اخرين ما عندهمش هاد لوبورتونيتي؟ هاك قلت عجبتني كي جبت الميداي تاعها. عطيت لك زوج. كيف زوج؟ صدق عطيت لك زوج، يا تقربها من المسؤولين يا بلي ميداي ديالها. بيان سور هاني قلت لك انا لا كارير ديالي جوسكا ميتنو تهضر عليا. شوف نزيد نقول لك واحد الحاجه بلال، علاش عرفتني اليوم انت؟ شكون انا؟ ماري انا سبقت قلتها في المقدمه. وي قلتها بالعكس، انا تشرفني نعرفك. صلي على النبي قلتها. سما انا رياضيه. انا طلعت علام تاع الجيري. انا قلت ثاني تبوزيت لي كيسيون، قلت لي اللقب هذه فخر الجزائر. ماشي نيمبورت لو كي تقول له انت فخر الجزائر. سيتادير واش بوزيت لي هاد لا كيسيون، ديرها مليح في راسك باللي لي ميداي ديالي يتكلم. حسيتك باللي حبيت تقول لي باللي زعما هناك محبات زعما ما باليش زعما فوالا الوي زعما نو جامي مشيت بها انا وجامي رايحه نمشي بها ونقولها ونعاودها كبره بلحفه وجامي خلاني صباط وجامي راهو رايح يخلاني صباط. انا وانسان واحد اخر مهما تاني تلمي ضيتو انا وانسان واحد اخر انا بور موا كوثر. وعلى اليوم راكي رياضيه ما شاء الله الحمد لله، في السوشيال ميديا راكي تنشطي نوعا ما. راكي تتحركي مازالك صغيره الحمد لله. ما خممتيش الان ككل الرياضيين انه جاي نهار وين خلاص لا كارير هذه ربما تخلص لا كارير ديالي في السبور ومن بعد هذه كوثر ولا كيفاش تعيش؟ الوغ هذه مهم سؤال هذايا. الوغ ما يخفاش لكل انسان الحمد لله هذه بفضل الله تعالى بفضل دعاوي الوالدين ما ننساش عن السيده سليمه سواكري بفضلها. و كما تعرفوا انا بلا من اشاك فوا نهضر على سليمه سواكري بها هي اللي قرينا في المدرسه عين بنيان اللي هاد لو بوست هدايا تاع مدى الحياه لو بوست بيجيتال تاعنا مدى الحياه سما هذه هي الحاجه اللي الحمد لله زيد اون بليس نكونوا هاد لو بوست هاد واش قرينا كاع لي زاتلات القدم معانا تاني لي زاتليت القدم كاين اللي في عمره 50 سنة وقرا معانا باش زعما كيما انايا راني رايحه نولي ان شاء الله بلو طار مدربه اللي راني حنربي اجيال اخرى ان شاء الله يا ربي ان شاء الله. فهمتني سما هاد الحاجه مفروغ منها ونشكر السيده سليمه سواكري ربي يطولك في عمرك وان شاء الله الحاجه اللي تاني تراكي حبتها ولا متمنيتها ربي حقها لك الشابو على كل حاجه راكي ديري فيها. نروحوا نشوفوا الغراق كاخر تدخل ثاني لازم ماذا بيا نحكي على حاجه واحده اخرى اللي هي السحر والشعوذه اللي تعرضت ليهم كوثر والد. هذه غير هكا نحكي انا ولا تحكي انت؟ نعم اذا رفضتي تحكي لا 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 ما دوك نفهمك حاجه انا ما نتعمقش فيها. صرات صلي عندي صرات حديثه صلي عندي صلى الله عليه وسلم صرات حديثه لانه الغراق اذا جاب حاجه عارفه باللي غير الا كان متاكد منها 100%. وي صرات وي صرات وي صراو حوايج ماشي حاجه برك صراو اشياء اللي قلبوا
حياة كوثر رأسا على عقب. من بينهم تسببوا لك في ربما إشاعة الاعتزال، تسببوا لك في مرض، تسببوا لك في مشاكل كبيرة. أحكي لنا يا لوكان شوية. عبالك كش مفهمك أنا عبالك دفاع. شوف تلمون شدروحي دفاع بالك نزعف صح نزعف عندي كش مفهمك تلفتيها لي على بالك والله تلفتيها وش عقا صرت؟ ايش أحب من البونديرك وش نقول لكم حسبي الله ونعم الوكيل وش جاء وش والله نقول لك واحد الحاجة نقول لك واحد الحاجة أنا جنب واحد اللي يدخلك والله كوثر أنا هلا راكي ديري في الرقية الشرعية الحمد لله مش هيك سببت لك مشاكل سببت لك مشاكل شوفي أنا باش لأنه خليني نقول لك حاجة كوثر حتى نخليك نريحك نوعا ما في المكان اللي كي جالسة فيه انتيا كان جالس فيه كنا صادفنا راقي شرعي وراقي حد الضجة بعد العدد هذاك كنا صرحت له وتكلم على أنه رياضيين يجوا يرقيوا له ما قالش كوثر ولكن قال رياضيين يجوا يرقيوا على بالي شكون الراقي اللي جالك ودوك دوك نفهمك واحد الحاجة شوف هاد اللي تخيك والله خليني نريبوندي لك على شوف هاد اللي تخيك هاد العفايس كاع أنا وحدة ما نحبهمش زعما ما تقول زعما باسكو ما تقول إيه وين يا ربي نقولها ونعاودها هذاك راك كنقول لك دوكا وكان تعيط له دركا بعث له في الانستغرام والله تعالى ماشي بون ماشي انا بعث له اختي الكبيره جوسكا ميتنا ان شاء الله ان شاء الله فيها خير ان شاء الله كل واحد مريض ان شاء الله ربي يهديهم سحروك يا اخوي ان شاء الله ربي يهديهم وحسبي الله ونعم الوكيل حتى نموت شو ما نقول ايه لا لا منا معليش انا ريبونديت لك كاين فوق هذه حسبي الله الاشياء ماشي عيب كوثر يعني يقدر اي معليش معليش يا اختي يوصل بهذا الشيء يا اختي دوك نفهمك حاجه وانت راكي شوفي انا ديجا اصلا شوفي راني نجوز في ليميسيون هذه شوف جوسكا ميتنون ليميسيون راهي جازت ما شاء الله الوغ شوفي من حبالك ني ليك ني البيلا ني اللي زرجيريا كان ني المسلمين كامل باسكو حنا مسلمين حنايا يقول لك الله تعالى غفور رحيم وشديد العقاب فهمتيني دركا باش يغفر لك ربي سبحانه يغفر لك كل الذنوب الا الشرك بالله يا ناس الا الشرك بالله فهمتني درك دوك عباك راني نطلع غير مانيش حابة الا الشرك بالله لازم كل واحد يفطن اخوه لازم كل واحدة تفطن خوتها باسكو علاش الجيل الثاني اللي راهو جاي دركا ما على بالوش واش راهو يدير يا بلال والله ما على بالوش واش يدير تصلي تحسن نفسك منا عباك تحير كيفاش تولي تايه تولي ما على باليش انا وصلت انا كيمونو نشوفه من ما نعرف ما نعرفش روحي يا سي محمد مي بو حسبي الله قلت لك عباكش راني نهضر لك حسبي الله ونعم الوكيل حتى نهار يدفنوني فهمتني انا ما نوكلش عليهم ربي جاي تلفت لي قلت لك حسبي الله ونعم الوكيل حتى نموت خو انت ما انا نسمح لك الله تعالى ما يسمح لكش اقول لك خلك او قال لك خويا انت مسلم اقرا شويه قران انت مسلم روح كتب شوف اتعلم زعما من عند امام من عند خو كوثر هل عرفتي شكون هاد الناس نعم نعم مقربين منك ما يهمش هادي نعم وخلاص اصدقاء نعم وخلاص خليها ربي هل قررت الاعتزال الان قررت زعما هل ولا في راسك الان الاعتزال لا هل في راسك الاعتزال لا انا لا اتمنى لك الاعتزال الحمد لله بالك هذه الحاجه شوف على بالك نقول لك واحد الحاجه بلال والله غير من القلب الصافي زيد اون بليس والله غير حتخرج من القلب والله تعالى على بالك علي من تربيت انايا تربيت على ما نديرش فرق بين واحد فقير ولا واحد غني واحد ما على باليش ما يعرفش ما على باليش ننصح كل واحد على بالك واحد يصدق واحد ما يحقرش واحد ما ينممش واحد ما يتنافقش والله تعالى والحمد لله يا ربي كوثر علال نعم البطلة الجزائرية شكرا على قبول دعوة 60 دقيقة 60 دقيقة حقيقة
ربي يحفظك. فتحتي معنا قلبك، حاولنا على الأقل أنه نعرف بعض الحقائق على كوثر. كثير من نواحي نشوفك أنا إنسانة ما شاء الله عليك، نعرف كان قرب. نتمنى لك كل التوفيق إن شاء الله في الرياضة في الجودو. ربي يحفظك. لا أتحدث عن إنستغرام، هذاك شيء آخر. وأتمنى لك أنك في المرة الجاية إن شاء الله تجيبي لنا ميداليات، نشوفك في البوديوم إن شاء الله، وهذاك الشيء اللي راح يفرحنا إن شاء الله. شكرا لك كوثر علال. ربي يحفظك. ما من تاني نشكرك، نشكر كاع قناة الشروق. إن شاء الله إن شاء الله الحاجة اللي راكم تمنينها كاع ربي يحققها لكم، خاصة الشعب الجزائري اللي يتبع فيا. ميرسي بوكو ما فامي، كل رياضي راهو يشوف فيا. خاصة حبيت برك نقول ربي يشافي كل واحد مريض، إن شاء الله ربي يكون مع الناس في اللي راهم في دار العجزة، أمهاتنا نحبونا نكرهو، وربي يوفق الجميع. قبل ما نختم نروح نشوف فقط بعض الصور كوثر. هذا كيفاش نقول لك، سي مون دوزيام بابا، انا نسقيلو هكا، سي مون دوزيام بابا. وفي المام في التليفون دارت بابا دو، هذا لو بخومي اونترينور اللي شبعني مخبط باش نولي شامبيون. لا فيغيتي، شوف جوسكا ميتنو il conseillait jusqu'à maintenant, jusqu'à maintenant. Pourtant, je suis même nous qui nous parlons, soit judo, soit jusqu'à maintenant. Aïe, donc le cher, où je ne dis jamais, hadi, amli, hadi, mais je me dis, et jusqu'à maintenant, ma cache nahar juste à la salle. Je sais bien le premier club, c'est déjà un iltemman, où ma juste le bras une minute, jamais une site. من وين بديتي؟ نروح نشوفوا صورة أخرى. إذا كان نطولوا في عمره إن شاء الله. شيخ الرابع علمنا كتبازي، أنا راني حسب لي على خالي، ربي يرحمه، ربي يرحمه إن شاء الله ويكون من أهل الجنة. البلاصه هذه ما كاش واحد ما راهوش رايح ليها. كل نفس دائقه الموت، ما كاش اللي راه يسعدك يفعل الخير ان شاء الله يا ربي. عباك هذا صح خال، ديجا عندي خال واحد، انا خال هذا خويا عبالك الحبه شوينغوم كلاكو تاع بكريم الزني شافيه كي كان يجي للدار ويندها لي، ربي يرحمه ان شاء الله. وعبالك جي با اونفي، عبالك انا شوي سونسيبل، ان شاء الله ربي يرحمه ان شاء الله ويكون من اهل الجنه. هذه هي صوره اخرى اذا كاين. هذه شو نقول، شوف كل ما نكون رايح عليها لازم نشري بوبو. لازم تموت على باربي وميمي تاع ميمي تاع ديزنيو. نون يا خو لايا، هذه بنت اختي عندي، انا عندي اختي امر واختي ونيسة، هذه بنت اختي اللي سمح لي جامي كش نفهمك، المعلمة دير واحد العفايس. تشوفي كي تكبري يا نايا، ورا الكاميرا تاع هادي تكبري نايا وتشوفي هاد ليميسيون، نموت عليك مون بيبي، نموت عليك مون كار. اذا اشكرك مره اخرى كوثر، ربي يطولك في عمرك ان شاء الله، نلتقي مجددا ان شاء الله. ربي يحفظك. مشاهدينا الكرام، وصلنا نهايه عدد اليوم من 60 دقيقه 63 دقيقه حقيقه. التقي بكم الاسبوع القادم ان شاء الله مع ضيف اخر ومواضيع اخرى مثيره. الى ذلك الحين ما بقى لي الا اقول لكم السلام.